تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بقصر الشلالة مجموعة تيرت من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في الأقراص المهلوسة لغرض ترويجها وسط بلدية قصر الشلالة والبلديات المجاورة لها. العملية مكنت من إحباط صفقة بيع وشراء الأقراص المهلوسة على مستوى بلدية قصر الشلالة، حيث تم توقيف سيارة سياحية محل المعلومة. بعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام بالمقعد الأمامي لمرافق السائق، بالإضافة إلى المبلغ المالي المتفق عليه من طرف المشتبه فيهم، حيث تم توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا وحجز كمية تقدر ب 7155 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام ومبلغ مالي قدره 325 مليون سنتيم كعائدات إجرامية، إضافة إلى حجز وسيلة نقل تستعمل في النشاط الإجرامي. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.